الصفيح. وقبل ما ندخل في التفاصيل لازم نتكلم على المنشور الأخير اللي كيهدف لتسريع وتيرة محاربة السكان غير اللائق والقضائي على دور الصفيح بشكل نهائي لفائدة 120 ألف مستهدف. وبعد التشاور مع الأطراف المعنية تم الاتفاق على المقاربة اللي غيتم الاعتماد ديالها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية واللي كتجلى في إعادة إسكان هذه الأسر في المساكن من نوع F3، أي جوج ديال الغرف صالون مطبخ وحمام. وفي هذا المشروع حددنا كذلك التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن. اولا بالنسبه للوحدات اللي كانت في لو سيستيم القديم ديال 250 الف درهم دون احتساب الرسوم واللي كتدخل في اطار اتفاقيه السكن الاجتماعي التي تم توقيعها قبل 2020. هنا كتكون دعم الميزانيه ديال الدوله 110 الف درهم للوحده كحد اقصى. مساهمتي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ب 40 ألف درهم، والمساهمة ديال المستفيد 100 ألف درهم. ثانيا بالنسبة للوحدات اللي القيمة ديالهم 300 ألف درهم، يعني اللي جاوا من بعد البرومي جانفي 23 اللي هما القيمة ديالهم 300 ألف درهم، غادي يكون بالنسبة لهاد الناس الدعم المباشر لاقتناء هادو لوغوكازمون ديال البيدونفيل، غادي تعطاهم الدعم المباشر ديال 100 ألف درهم للوحدة اللي هو كاين للجميع، وكاين دعم ميزانية ديال الدولة زائد هاد 100 ألف درهم ديال 60 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، ومساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة ب 40 ألف درهم للوحدة، ومساهمة المستفيد ديال 100 ألف درهم للوحدة كحد أقصى. وحتى هاد 10 مليون اللي غادي يجيب المستفيد راه يمكن ليه ياخذها عن طريق قرض بنكي بضمانة الدولة فيما يخص يعني المحاربة ديال الصفيح. ف وهنا وطموحنا ان شاء الله انه من هنا لسنه 2028 نكونوا قضينا على ظاهره الصفيح وتكون جميع المدن المغربيه مدن بدون صفيح.